اساسيات لازم تكون موجوده ويا المراه او البنت من عمر المراهقه ممكن تقولون الى حد انتم شوكه مرايدين يعني اكيد، بس انا اعتبرها من اساسيات الخزانه. مثل ما شايفين اني اعتمدت الالوان اللي هي اسود ابيض ممكن نود ببعض الشغلات، لانه هاي الاساسيات وهاي دائما نقدر ميكس اند ماتش بيناتهم ودائما تبين الاوتفيت حلو ايش قد ما كان هو بسيط. راح احكي اليوم عن اول ايتم اللي هو كلش مهم. عندنا القميص الابيض. القميص الابيض من الشغلات الاساسيه تكون بخزانه المراه، ممكن تلبس بهوايه طرق، ممكن تلبس شغل، ممكن تلبس رايحين اي مكان، ممكن تتغيرون بيها، بس تعتبر من القطع الاساسيه ومستحيل استغني عنها وما اتوقع اي مراه تستغني عنها. والتيشيرت الابيض مثل ما شايفين هذا همين من اساسيات الخزانه عند اي مراه، ممكن تستخدموه كذا استخدام بكذا مناسبه، اكيد مع اضافات تتغير تصير ابجريد. نجي على القطعه الاساسيه اللي هي يعني مستحيل استغني عنها بخزانتي اللي هو البليزر الاسود. البليزر الاسود نقدر نحطه ويا اي شيء من اللي القمصان القميص او التيشيرت او الهاينك يطلع حلو. هسه لانه احنا موسم الشتاء عندي مثلا هذا البليزر همين اعتبره لونه جدا مريح، اقدر استخدمه بكذا شيء بكذا اوتفيت، ان كان ويا جينز، ان كان ويا اسود، ان كان ويا تنوره، همين من الاساسيات يكون عندكم. اكيد يرجع الشيب، الجينز هم كلش مهم، يعني انا ما صدقت عندي مثلا عندي هذول التو جينز، عندي هذا الجينز وعندي هذا الجينز، هذول الجينزين بالاسبوع تقدرون تقولون 5 مرات البسهم، لان اعتبرهم من الاساسيات وممكن اخلي عليه اي شيء من اللي انا شفتوه. نرجع ليجينز، اذا عندكم ليجينز يعتبر همين من اساسيات الخزانه، ممكن الليجينز اللبس بكذا طريقه ومريح كلش. وهنا انا حاطتكم موسم الشتاء عندنا تعرفون الهاينك كلش مهم وينطي ينطي رقي وينطي شكل حلو اني اوتفيت. فهذا عندي مثلا البيج النود وهذا الاسود، هذول ما استغني عنهم ابدا بموسم الشتاء. نجي هسه عن الاحذيه، قبل ما نحكي على الاحذيه تذكرت عندي مثلا موسم الشتاء عندي الكوت، الكوت لانه حاطته بالملكه العمود ما انسى، الكوت همين كلش مهم، الكوت اللي انا احب اللون اللي شايفيه انتم البيج، اعتبره من الكلاسيك، موسم الشتاء تحطوه ويا اي شيء من اللي حكينا عليه يطلع حلو. اكيد مو شرط يكون بزرار او شيء، واكيد الجاكيت الجلد ممكن ساده ممكن ملون، طبعا انا جاكيت الجلد يتغير وياي حسب الفاشن شنو دارج وكل شيء. هسه نجي على الأحذية، الأحذية أنا عندي إياهم الأساسيات يكونون بأي خزانة، وأتوقع أي مرأة متابعة الفاشن وأي مرأة تتابع هسه حتعرف إنه هذول أساسيات مستحيل أحد يستغني عنها. فهسه أنا وياكم راح أختار، بس عم أعطيكم إكزامبل إنه شلون ممكن لبسة بسيطة نحولها إلى فتشي مرتب وحلو. وهيك شيء اختاريت لكم البيسك اللي هو جينز وقميص ابيض، ممكن حطيت الحزام او لبستكم اياه ويا فلات على مود تشوفوه شلون يطلع كول وحلو، ممكن نسوي له ابجريد ويا مثل البليزر او هذا البليزر، طبعا هذا اساسي يكون بخزانه كل مراه، فهذا كلش مهم واساسي، حلبس لكم بليزر. وهسه راح اختار لكم اوتفيت ثاني. وهيك لبست لكم الاوبشن الثاني اللي هو الليجينجز وتيشيرت عادي، انا احبه طويل شويه على مود اقدر ممكن ادخله جوا الليجينجز، ممكن احط عليه حزام، واختاريت جنطه همين اعتبرها من البيسكس اللي لازم تكون بخزانه اي مراه.